مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي علي محسن عميران. مرحبا بك، حدثنا عن جديد ما يجري في الضالع. مرحبا أهلا وسهلا. في البداية نشكر قناة اليمن اليوم على تغطيتها المستمرة واهتمامها بالأحداث الجارية في محافظة الضالع. تواصل المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة لها وقوات اللواء 30 مدرع انتصاراتهم في جبهات الضالع المختلفة، في جبهات حجر والأزارق وجبهات العود وكذلك جبهات بريس، وستظل الضالع عصية على أصابة الموت والدمار الحوثية، حيث وصلت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة التقدم صوب مناطق العود، وحيث تم تحرير وتطهير سلسلة جبال السود الاستراتيجية الرابطة بين مناطق بريس والعود كما ذكرتم في تقريركم. نعم. وسقط خلال هذه العملية العشرات من مسلحي ميليشيات قتلى وجرحى، وسرار من تبقى من هذه الميليشيات نحو منطقة هجار الواقعة في أطراف العود. وتم خلال هذه العملية اغتنام أسلحة وذخائر كانت ميليشيات الحوثي قد تركتها في المواقع التي كانت سيطرتها خلال الأيام الماضية. نعم، أنت ذكرت أنه تم التسيطرة على تباب السود، ما الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق والمناطق الأخرى التي تم تحريرها؟ الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق، بداية نتحدث عن منطقة باب غلق. هذه المنطقة سميت بهذا الاسم كونها يعني تعتبر الطريق مغلقة في سيطرة المقاومة المشتركة والمقاومة الجنوبية والقوات المشتركة عليها، يقطع الطريق أمام قوات أمام ميليشيات الحوثي في التقدم نحو مدينة قطبة. وكذلك الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق يعني تأمين مدينة قطبة وتأمين معسكر العيرة وتأمين منطقة شخب وتأمين مناطق مريس وتأمين كذلك الطريق الرابط بين مريس وقطبة. نعم، هل شخب الآن محررة بالكامل؟ نعم، تم تحرير منطقة شخب وما بعد شخب، كذلك تم تحرير التباب الزبيريات، هذه التباب الواقعة في أطراف منطقة سليم التي لا تبعد سوى 100 أمتار عن منطقة الفاخر وسوق الفاخر الاستراتيجي الذي يربط العديد من عزل وقرى العود بمديرية قعطبة. نعم، أشكرك جزيل الشكر علي محسن عميران، كنت معي عبر الهاتف.